احتفلت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين باليوم الوطني 47 بحضور سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات وعدد من أصحاب السعادة والمعالي وأعضاء السلك الدبلوماسي. تجسيدا لأواصر الأخوة والدم الواحد، من هنا من المنامة ارتفعت أهازيج الفرح باليوم الوطني 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولأن العلاقات البحرينية الإماراتية ليست وليدة اللحظة، فقد كان الاحتفال بهذه المناسبة من متحف البحرين الوطني المعطر بعبق التاريخ التليد. أهني قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه باليوم الوطني المجيد وبحصول جواز دولة الإمارات العربية المتحدة على أفضل جواز. مشاعر المحبة والأخوة سطرها الحضور الذي شاركوا في هذه الفعالية من مختلف الأعمار، متوشحين بصور قيادتي وأعلام البلدين الشقيقين بهذه المناسبة السعيدة. طبعا بهذه المناسبة أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جميع شيوخ الإمارات بهذه المناسبة وللشعب الإماراتي وإلى كل مقيم يعيش على دولة الإمارات العربية المتحدة الطيبة، لأرض الطيبة كل مقيم، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير وعسى أيامكم أعياد. طبعا شاحثك أنا هنيك بيومنا الوطني، اليوم يومنا الوطني، يومكم هو يومنا ويومنا هو يومكم. نبارك لدولة الإمارات العربية المتحدة يومها الوطني. طبعا هذه مناسبة عزيزة تمثل 47 عام من الإنجازات، طبعا بمناسبة اتحاد الإمارات. هذه الإنجازات اللي أرسى دعائمها الشيخ زايد رحمة الله عليه، وطبعا هذه المسيرة قاعدين يكملونها أبناء أو إخوانا، وإحنا ما حسينا أن إحنا نحتفل بعيد الإمارات، هذه عيدنا إحنا الإمارات والبحرين دولة واحدة. شيء لابد منه مو بس أنا، كل البحرينيين، لأن إحنا أهل وإخوان وشعب واحد وقلب واحد. ويأتي هذا الاحتفاء الإماراتي من قلب المنامة في ظل ما تحظى به العلاقات البحرينية الإماراتية التي أرسى دعائمها المغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراهما، وعززت تلك المسيرة الخيرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظهما الله ورعاهما. إذن احتفاء بعام زايد هو عنوان حفل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لليوم الوطني 47 هنا في مملكة البحرين الشقيقة، كما أكدت على قوة العلاقة بين البلدين الشقيقين. لمركز الأخبار تلفزيون البحرين، فهد بن جساس.